وأشار لجون بثكنة الحرس الملكي بالرباط تنظيم حفل بمناسبة ذكرى 66 لتأسيس القوة المسلحة الملكية. وبالمناسبة تم توشيح ضباط وضباط الصف من الحرس الملكي بالأوسمة التي أنعم بها عليهم الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية. كما تم تنظيم استعراض عسكري شاركت فيه وحدات تابعة للحرس الملكي. وتميز هذا الحفل الذي ترأسه الجنرال دوبريغاد عبد العزيز شاطر قائد الحرس الملكي بتلاوة الأمر اليومي الذي وجهه الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية بهذه المناسبة إلى مختلف مكونات هذه القوات. ومما جاء في الأمر اليومي الذي وجهه الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوة المسلحة الملكية بهذه المناسبة: معشر الضباط وضباط الصف والجنود، إن يقيننا الراسخ بأهمية ما تقومون به من مهام جليلة على المستويين الأمني والعسكري وما راكمتموه من تجارب ومكاسب في مجال تدبير المخاطر والأزمات يجعلنا ندرك مدى صواب النهج الذي رسمناه لتطوير قواتنا المسلحة الملكية هيكلة وتنظيميا، وكدا حرصنا على توفير الدعم والمواكبة المستمرة بنفس العزيمة والإصرار لنحقق لكم أعلى مستوى من الاحترافية والاستعداد لمواجهة كل التحديات، خصوصا في ظل هذه الظرفية الدولية الدقيقة مع ما تفرزه من انعكاسات عسكرية وأمنية واقتصادية. وفي هذا السياق لا بد أن نشيد بكفاءة العنصر البشري لقواتنا المسلحة الملكية ذكوراً وإناثاً، وما يحققه من تطور مستمر يعكس جودة تكويننا العسكري الذي نسعى دائماً لتأهيله وترقيته نظرياً وتطبيقياً حتى نضمن لكم التحصيل المستمر والمثمر لكل المعارف والخبرات الضرورية التي تؤهلكم للقيام بمهامكم المتعددة في أحسن الظروف. كما أصدرنا أوامرنا السامية بإحداث لجنة عسكرية عليا لدراسة مشروع إحداث نظام أساسي لضباط الصف يحدد الإطار القانوني والتنظيمي وكدا تدبير المسار المهني وفق منظور حديث وشامل لهذه الفئة التي تعتبر من ركائز قواتنا المسلحة الملكية. وتجسيداً للرعاية السامية التي نخص بها أفراد وعائلات شهداء ومكفول الأمة الذين قدموا التضحيات الجسام في الدفاع عن الوطن ووحدته الترابية، أصدرنا أوامرنا قصد تمكين هذه الفئة من الاستفادة من السكن بمدن المملكة بشكل مجاني وبدون مصاريف إضافية حتى نضمن ظروف العيش الكريم لهم ولذويهم.